مريان دي لتوخ يوحان ودعم دوخ ينو النهو اللوخ في سون حلو فين تراحى مالين بس نو سمو دي لتوخ وادخلون قادي شيك رامر موخ مرمل Yeah.
قراءة من سفر آبائنا الرسل الأطهار بارخ مور. شبح المرهون دشتي حسوس عمان آمين. حبيبي أيها الرجال، الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما هم كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرتلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا بن يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع أخوته. آمين بارخ مور. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل إفسوس بارخ مور. أحي، فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في الرجاء دعوتكم واحدة. رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. الله والآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن يقول: إذا صعد إلى العلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نازل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملك الكل بارخ مور. Amen.
بارك مور عم شليود يحثون أخفوثون صوثون إشمع لازبرثو دميلي حيوثو دبنجليون قاديش دموران يشو عم شيحو دميل ثقر علي بارخ بور شلومو الخلخو عمرو حاندينو ايوانجليون قادي شود موران يشو عمشيحو سبرتو محيوني ثو من لوقوم سبرونو دم سبر حايو فرقونو العلمو بكتبتو عكيكي بشبكون شلوحي شلح الفرقونا عالكل الرحمة والعلمي زبنه خيل تسولو قد موران والوهان وفرقو ديلان يشو عمشيحو ملثو تحايا الله دث باسار ممثلتو قادشتو مريم بارخ مور هولين دين هو خانو هواي قال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم وأنتم شهود لذلك وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله آمين بارخ مور شينو وشلوم الخلخو شمابو وبرو روحو قديشو حاضلوه شريرو أمين ولما قال هذا ارتفع عنهم وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم إخوتي الأحباء اليوم عيد سيدي عيد الصعود وعيد الصعود مثل ما قرأنا في الإنجيل المقدس بحسب لوقا البشير يختتم مسيرة حياة السيد المسيح هي خاتمة إنجيل لوقا وخاتمة مسيرة حياة السيد المسيح وبالتحديد ذلك الصعود إلى أورشليم الذي قال عنه في وسط إنجيل لوقا ثبت وجهه يسوع نحو أورشليم صاعدا إلى أورشليم وسار يسوع إلى أورشليم الأرضية صاعدا إليها ومن أورشليم الأرضية صاعدا فيما بعد إلى أورشليم السماوية فإذن اليوم ختام هذه المسيرة نهاية إنجيل لوقا ولكن في الوقت نفسه هذا الصعود هو بداية مثل ما سمعنا بأعمال الرسل يبتدئ سفر أعمال الرسل بصعود السيد المسيح إلى السماء فإذا هناك بداية جديدة مع هذا الصعود مطرح ما العالم ربما ظن أو اليهود ظنوا أنه قد انتهى خلصت القصة ونرى أن هذه القصة لم تنتهي بدأت بداية جديدة وهذا الأمر الغريب عندما نفكر أنه هذا الإنسان الذي قضى عليه أعداؤه قتلوه على الصليب خانه تلاميذه
ويخونه أتباعه عبر الأجيال والتاريخ حتى اليوم، يخذلونه، يتركونه، ومع ذلك لم تنتهي قصته. إذا اطلعنا حوالينا حتى في عالم اليوم، بالقليل الثلث البشرية بيعتبروا حالهم من أتباع السيد المسيح. فإذا لا تنتهي القصة مع صعود السيد المسيح، بل تفتتح صفحة جديدة. الصفحة اللي بيخبرنا عنها أعمال الرسل بكل مسيرة الرسل وتبشير الرسل، وتفتتح هذه المرحلة الجديدة بصعود السيد المسيح على سحابة إلى السماء، ونهاية هذه المرحلة الجديدة هي عودة السيد المسيح أيضا بسحابة في السماء. بيقول لهم الملائكة للرسل: إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. بسفر الرؤيا بيقول سيأتي على سحب السماء وستنظره كل عين. فإذن عودة السيد المسيح هي أيضا كما انطلق إلى السماء على سحابة، هي أيضا عودة على سحابة. شو هالوسيلة النقل العجيبة التي هي السحابة؟ وماذا تعني السحابة؟ ليش شاف السحابة، شاف الرسل هذه السحابة ونقلت السيد المسيح إلى السماء وسوف يعود عليها؟ في العهد القديم السحابة هي رمز لحضور الله، رمز لحضور الله. منشوف كيف الرب قد سار أمام شعبه بعمود من السحاب، وكيف لما صعد موسى إلى الجبل ليلاقي الله ويبرم الله العهد مع شعبه، بيقول غطت السحابة الجبل 6 أيام، في اليوم السابع التقى موسى مع الله. إذن السحابة هي رمز لحضور مجد الله. حتى بعد ما دشنوا أيضا خيمة الاجتماع بيقول ملأ مجد الرب المكان وغطت سحابة خيمة الاجتماع. كذا مرة بسفر الخروج بيقول رأوا مجد الله في السحاب. فإذن السحابة هي حضور الله، مجد الله الحاضر وسط شعبه. وإذا جينا إلى العهد الجديد نتذكر كيف موسى شاف مجد الله على الجبل على السحابة، كيف السيد المسيح على جبل التجلي أيضا، على جبل التجلي عندما تجلى مجده أمام التلاميذ أيضا بيقول غطتهم سحابة، وكيف أيضا على جبل بيت عنيا، على جبل الزيتون محل ما أخرج السيد المسيح تلاميذه ليصعد إلى السماء، أيضا لدينا جبل ولدينا هذه السحابة عن حضور الله أيضا بمجده في هذا المكان. بتشوفوا كيف بالثلاث محلات مع موسى بالتجلي وبالصعود عندنا السحابة على الجبل. أيضا من رموز السحابة أن الرب بيقلنا كذا محل في العهد القديم الراكب على السحاب والغمام، الراكب على الكاروبين. بسفر إشعياء بيقول الراكب على سحابة سريعة قادم إلى مصر وسوف يدمر الأصنام بمصر إلى آخره. أباء الكنيسة لما تأملوا بآية إشعياء رأوا في هذه السحابة المسرعة، هذه السحابة السريعة المسرعة إلى مصر رمز للسيدة العذراء اللي حملت طفلها وهربت من وجه هيرودس وذهبت به إلى مصر، وهناك في مصر سقطت الأصنام بحسب ما يخبرنا التقليد. إذن نسميها للعذراء السحابة السريعة، بتقطع كثير بالصلوات عنونه قليلته. وأيضا من سفر الأمثال بيقول من سر المياه في منديل، بيسأل الحكيم من سر المياه في منديل. بشو عم بيتأمل كان بسفر الأمثال؟ عم بيتأمل أيضا بالغيم، الغيم اللي بيشوفوه العالم بيطلعوا فيه، الأقدمين بيشوفوه مثل كأنه في شيء منديل وفيه مي، وهالمي مسرورة مخزونة في هذا المنديل. بيقول مين بيقدر يحط مي بمنديل يحصرها بالمنديل؟ وبيشوفوا السحاب كيف بيتغير شكله وبيصغر وبيكبر وبيروح، مين بيقدر يحط هذه المياه في منديل؟ بيقول كمان بسفر أيوب أنه الذي سر المياه في السحاب في منديل. فبيشبه دائما كان
السحابة إلى منديل فيها مي مثل قطعة قماش أو مطرية فيها مياه. والمين بيقدر يعمل هذا الشيء؟ مين بيقدر من قبض على الريح في راحتيه؟ أباء الكنيسة ومنهم مار أفرام بيتأملوا بهذا المنديل اللي فيه المياه وبشبهه برحم العذراء اللي هو أيضا ممتلئ بالمياه. بيقولوا رحم العذراء هو هذه السحابة، فإذا العذراء هي أيضا السحابة وفي داخلها ماء الحياة، ينبوع المياه الحي، وبهذه الشكل أيضا وبهذا الشكل تشبه العذراء السحابة، فإذا العذراء مريم تشبه بالسحابة. السحابة أيضا ارتبطت مع القديسين. مار بولس لما يقول برسالة تسالونيكي أنه سوف نختطف معه على السحاب في مجيئه، بمعنى أن الرب سوف يأخذ القديسين معه في مجيئه الثاني على السحاب، أي في مجده، وبيخلي لهم شركة معه في مجده. مثل ما هو يأتي في مجد، رح يكون في نصيب للقديسين معه في هذا المجد. وما بننسى أيضا رسالة العبرانيين اللي تحكينا عن سحابة من الشهود، سحابة من الشهود أو من الشهداء، إنه القديسين مثل هذه السحابة من الشهود. وهذا اللي بنشوفه فوقنا بالأيقونة تبع سيفه، سيفه اللي منعيد له ب15 حزيران تذكار شهداء السريان، بنشوف كيف السحابة تضم نفوس الشهود الذين يدخلون في مجد الرب في مجيئه. أخيراً إخوتي، العبرة الروحية اللي نأخذها في موضوع السحابة التي نقلت الرب في صعوده إلى السماء. السحابة تكشف وتخفي، يعني عندما لاقى موسى الرب بين الغمام عم بيشوف ومش عم بيشوف، مثل إذا واحد قطع مثلاً بطرقات بلبنان بالغطيطة، بتشوفه بيشوف شيء وشيء كتير ممكن ما يشوفه. فإذا السحابة تظهر وتخفي، الضباب بتشوف شوي وكأنك مش عم بتشوف. في يوم الصعود كانت آخر مرة التلاميذ يرون الرب جسدياً بوضوح، ويسمعان أو يسمعون الملائكة تتكلم أيضاً بصوت واضح. بعد الصعود أخذته السحابة عنهم، يعني رح يكون في نوع من سحابة بين هذه الأرض، بين المؤمنين، بين الرسل والرب. ما بقى رح يسمعوا صوت الرب مباشرة مثل ما سمعوه الرسل، ولكن رح يكون في نوع من سحابة تخفي الرب. ومشان هيك لازم الإنسان يميز صوت الرب، يميز مشيئة الرب في حياته. صارت الأمور بدها تمييز لأنه في هذه السحابة التي تخفي. الشغلة الثانية اللي بدي أخلها عبرة روحية أيضا من موضوع السحابة، بالأرصاد الجوية بيطلعوا بالسحاب ليعرفوا الطقس كيف هو. طلع نحن صوب الغرب على البحر بنشوف الغيم اللي جاي، إذا غيم سميك بنقول في شتاء، إذا غيم أسود بنقول يمكن كمان أكثر في عاصفة في ثلج، إذا الدنيا قاشعة غيم خفيف طقس حلو. فإذا الأرصاد الجوية بتطلع إلى السماء لتعرف كيف بتكون حالة الطقس. والرسل عندما صعد السيد المسيح أيضا كان نظرهم إلى السماء، إلى تلك السحابة. شو بيقولون الملائكة أو الملكان اللي ظهروا؟ بيقولوا ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، وبيحولون النظر إلى الأرض. تذكروا آخر كلام السيد المسيح، سوف تكونون لي شهودا في أورشليم، في كل اليهودية، في السامرة، حتى أقصى الأرض. فإذا اذهبوا وبشروا، اذهبوا وانظروا حواليكم المنتظرين الحقول المبيضة للحصاد. هذا الشيء اللي بخلينا نقول أنه نحن ما لازم يكون نظرنا معلق في السماء بالطريقة الخطأ، بمعنى أن ننتظر العلامات ونحلل العلامات مثل ما بيحللوا الطقس جماعة الأرصاد الجوية. في ناس بكل حياتها، وهي منشوفها بيناتنا،
بخبرونا قرب المجيء الثاني، جاي المسيح. شوفوا، شفنا العلامات، صار وباء، عم بيصير زلازل، عم بيصير حروب، هي انكتب عنا بالإنجيل، وبصيروا يحللوا. لهول عم ينقال اليوم: ما بالكم تنظرون إلى السماء؟ شو بدكم بعلامات المجيء الثاني تتعدوا تحددوا جاي ولا مش جاي؟ هلأ ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر بعد سنة ولا بعد 100 سنة ولا 1000 سنة؟ ما بالكم تنظرون إلى السماء؟ انظروا حواليكم، كونوا لي شهودا، مثل ما قال السيد المسيح، وهذا أفضل، كونوا شهودا وشهداء وقديسين لي، لتكونوا صورة عن المسيح الآتي بمجده، لتكونوا أيضا شركاءه فيما بعد، بعد عمر طويل إن شاء الله، في مجده في ملكوته السماوي. له المجد إلى الأبد، آمين. من قال اذكر يا لا يسوع بارخ مور حمدا للقربان الطاهر الذي ضحى بنفسه على ذروة الصليب، وبذبيحته عنا غفر ذنوبنا وخطايانا، ومات وبموته أحيانا، وقام وبقيامته أقامنا، وصعد إلى السماء ومعه رفعنا، الذي له يليق المجد والوقار، وليبيه وروحه القدوس في هذا وقت تقدمة الذبيحة الإلهية، وفي سائر الأعياد والأوقات والساعة والأزمان، أيام حياتنا كلها، وإلى أبد الآبدين. ضمور يوم رحمونو وقزوم مذبح محسيونو ضم روزي أولين قاديش والوية باسم متسيمين من إذا يبون ماليو صالكو لنو رحمة وحنونو من مريون بعيد مريم رحمونو رحم علينا برخ مور وخيل مدكيونو شو بوخو عطويو لو خويو لو مثادونو دبيشو ثان ويات موريو الله بام رحمونو ثتحو بوخ لحطو هاي مرساقي ورور بودلو مثنين لحطو هاو طفولي عمودي لو خم هاي منو موريو خستو بوث راحة مالاي الدخراين موريو الله الدخر بيتو بالنفشو ثان نفشو ثو دابو هاي انداحين وضربونين ودملفونين ودعانيذين وادخلون عانيذم هاي من يلددعيتو ديلو قادشتو ومشابحتو آنح مريو ألوه النفشوثون روحوثون رستالوغ رحمي ودحنون وعالقر ميهون خسيون حسيون وميلان والهون مشيحو ملكان مريو موران مورو تشبحتو واني لان مور توليو لان تلعدرونان تفرقوا باطل منان
قل هل مردو ثو قشيو ثو والشوب تمشي موند روزو منان بام رحمونو تتحو بخلي باطل وعبار والحرث طبثو دملي خل غبر دشلوم ومرد شينو دشلوم واشو الخولان شولوم ومشي حيو ودلق رحيم وفو شوفر لقر مروثو من علان لغ شبحو لغ توديثو مسقينا هوشو أبقو لزبان العلمي آمين. نسألك اللهم ونتضرع إلى حنانك لتبارك عبادك الواقفين في هيكل قدسك في هذا الوقت الذي تقدم فيه هذه الذبيحة الإلهية وهم منتظرون مراحمك الغزيرة. أرسل إليهم موهبة روحك القدوس وقدس نفوسهم وأجسادهم ليستحقوا تناول جسدك ودمك الطاهرين. قلدهم يا رب سلاح الروح ووشحهم بالمحبة والوئام وليملك بينهم أمنك وسلامك منجيا إياهم من ضربات الغضب واحفظهم بصليبك الأقدس وهلنا وأمواتنا المؤمنين للقيام عن يمينك في مجيئك الثاني فنرفع وإياهم حمدا وشكرا إليك وأبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين أمين. مريم قابل صيوف لنا عضاء غصنا من عرون قابل حسين حوض وشقون ضحطوا بتريهن علمي والعلم علمي عبدهم حيلو حاطو يضلون ويمار قادش أبو قادشو آمين قادش برو قادشو دم قادش فرمت حاطو يا عبدي كاد حيسات نتراحة سفياث وفرسكو منكم شفير كل مصلوف كونوا يكرون له لون Thank you.
استوم قالوس قريلا عيسو بارخ موري إله العالم وربه وهلنا لهذا الفداء وإن لم نكن له أهلان لكي يسالم بعضنا بعضا بقبلة مقدسة روحية ونحن غير ماكرين وبيننا من المحبة رباط وثيق فنرفع إليك حمدا وشكرا وإلى ابنك الوحيد وروحك الكلي قدسه الصالح والمسجود له والوحي والواحد فعك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. بارخ مور شلومو الخلخو نتال شلومو لحدودي كلوش القريب نوشك ثقادش طالويتو حب دموران والوان من بوثار شلوم ونقادي شالويو لثيبتو مقدوم وريوم رحمون وريشي نركي يا من هو وحده رب رحوم ساكن في الأعالي ويتطلع إلى أوضاع الأعمال أسبغ بركاتك على الذين أحنوا الرؤوس أمامك وباركهم بنعمة ابنك الوحيد وروحك الكل قدس والصالح والمسجود له والمحي والواحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. أيها الإله الآب يا من برأفتك الجزيلة أرسلت ابنك إلى العالم ليرجع الخروف الضال لا ترذل هذه الذبيحة غير الدموية لأننا على رحمتك وليس على برنا متكلون فلا يكن هذا السر الذي دبر لخلاصنا دينونة لنا لكن واسطة للصفح عن خطايانا ولحمدك وشكر ابنك الوحيد وروحك الكلي قدس والصالح والمسجود له والمحي والوحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. ومسافيركم دحثوكم نخفوثكم زيوثكم قادشوثو كم دي كلنا حايب حبوب هيمونوثو دشرورو مثي العنوين دين دحلاثا دوه بنافورا سيمو قادشلو قادشتو تقضو من سيمون حور بداي كونم يقرو دب شينو بشلومو دبحثو حلثو لالوهو أبو موريكو لحرف قارب رحمي وشلومو دبحثو تاوديثو مرحوبو محبة الله الآب الفريد ونعمة الابن الوحيد وشركة حلول الروح القدس الفارق ليك فلتكن مع جميعكم إلى الأبد. تكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا في هذه الساعة مرتفعة إلى العلا حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب هي عند الرب الإله لنمجد الرب بمخافة إنه لواجب ولا يا من تسبحه الأجناد السماوية المجسمة وغير المجسمة الشمس والقمر وسائر الكواكب والأرض والبحار والأبكار المكتوبة في أورشليم السماوية الملائكة والرؤساء الملائكة الرياسات والسلاطين والعروش والسادة والأجناد الكروبيم الكثيرة عيونهم
والسرافيم ذو الأجنحة الستة الذين يحجبون وجوههم وأرجلهم ويطيرون الواحد إلى الآخر مقدسين وهاتفين وقائدين احلف يكون واحلف ساقية برخ مور ميثقسي وميثي هيل شبقون وضحطوه والحايد العلم علمي أمي أخوث والخوصن سابو خدودي برخ مور بلش لي حوقا ديش ومار سابش تو مني كل خون هنا ودم دحلوف يكون وحلوف ساقية برخمر مثش ومثيه بالشفقون وضحطوه والحايد العلم علمي خدع بذل دخرون كاتشتا وتفون بروزو هونو الموت ولقيوم تئهاد عذامو دوثينو تذكر أيها الرب موتك وقيامتك بعد أيام ثلاثة وصعودك إلى السماء وجلوسك عن جانب الله الآب الأيمن ومجيئك الثاني الرهيب الذي تدين فيه المسكون دينونة عادلة موفيا كل نفس ما عملت فمن أجل هذا نرفع إليك هذه الذبيحة غير الدموية لكي لا تعاملنا بما تستحقه آثامنا ولا تجازينا بما تستوجبه خطايانا لكن تغمد بجزيل رحمتك ذنوبنا نحن عبيدك
فإن شعبك يتضرع إليك مبتهلا وميراثك يتوسل إليك ومعك لأبيك قائلا رحم علي رحم علي فحلان مورم حيلة وحاطو عبدك أن قبلنا نطيبو ثوم أو دينا الباسي مثوخ على في كل هين وميتو الكل هين لوخو مشتاحينا لوخو مبارخينا لوخو سعودينا وضحيلو عيشوت ودوك مرهيب عيدون هونو حبيبي بروحو قديشو من مرومي عيلو يدش مايو زياحو نوحيث ومراحي وشوري عالو خارسي وديت سيمون قديشلو شليو دحث ويتون كتكو يمين ومصالين صالة وشلو معامان شينو الكولان عني المريون عني المريون استجبني يا رب أشفق أيها الصالح وارحمنا قول يا ليسون قول يا ليسون قول يا ليسون كانوا تكاد ما قلنا عبيد اللحم هونو بارحمور فورو ما عبيد حاية فورو فورو قويو فغرو ديلا دمشي حو ألوه ديلا لم زوغو دب خوصون شمل مرحمور دمو دياتي قح ذاتو دمو فرقايو دمو ديلا دمشي حو ألوه ديلا لكي تقدس هذه الأسرار متناوليها نفسا وجسما ويثمر صالح الأعمال ومن أجل تثبيت البيعة المقدسة المؤسسة على صخرة الإيمان التي لا تقهرها أبواب الهاوية نجها من الشكوك حتى الانقضاء لنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك الكل القدس والصالح المسجود له المحي والواحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين برخمور صالح كشاف مران ولوهان بعدون هونو راب وتحيلو قديشوم شبحو قديشوم يقرو تثور فترير خديلان موران مرغنط يوزو أفريم ترايونو وابن مرثي ودورو سترايونو حسيو ديلان ابن مر خريسوس توموس نثقاي مبالو عم شاركو تكلو نفسكو في أرتدوكسو سوثو شورو تيبلان مريون اذكشف قري لي سو ونجنا ربنا من معاداة الناس الأشرار وهجمة الأبالسة وظلمهم جميعا ومن كل آفة تصيبنا بسبب خطايانا واحفظنا في سنة وصاياك المقدسة لأنك رب رحيم لنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين آمين ونذكر أيضا تلك المستحقة التطويب
التي تعظم شأن قبائل الدنيا بأسرها. قديس المجيد والمبارك سامي الدائمة بتوليتها طوبى يا والدتي إلى مريم. ولنذكر معا أيضا الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين والطوبى ومار يوحنا المعمدان السائل الذي تقدم ربه والقديس الجليل مار استيفانوس رئيس الشمامسة وبكر الشهداء ورئيسي الرسل الساميين مار بطرس ومار بونس. ولنذكر جميع القديسين والقديسات لتكن صلاة صورا لنا لنتضرع إلى الرب. نبتهل إليك اللهم يا من أنت قدير على كل أمر عسير، أن تضمنا إلى جموع الأبكار المكتوبة في السماء فنذكرهم ليذكرون أمامك ويشاركون بهذه الذبيحة الروحانية أمنا للأحياء وتشجيعا لنا نحن الضعفاء وراحة للموتى المؤمنين أبائنا وإخوتنا ومعلمينا بنعمة ابنك الوحيد ورحمة روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. تبدل مثعدنا الكلون عني دمعي من دبعي مولوث دشرور من مدحون قديش ومن أثرون ومن كل أثار في نيون قادم شخيب واتني حلو صلو أبد روحوثو وتكل بسابنا ونبع نتكشف من مشي حلو ديلان أو دنسى بنفشو تون روحو تظون أو ثيب رحمة وساقية نشوينون حوسي تحب مشبقون وضحطوهي ولا نلهون ما نعمل كوتيش ما يونيثو نزع قوني مار تلو تزبنين قوري ليسون قوري أيها الرب ربنا إله الأرواح والأجساد أذكر جميع الذين رحلوا عنا وهم على الإيمان المستقيم ونيح أجسادهم ونفوسهم وأرواحهم منجيا إياهم من الشجب الأبدي نعمهم حيث يتلالى نور وجهك متغمدا ذنوبهم وغير محاكم إياهم لأنه ليس بريء أمامك سوى ابنك الوحيد الذي بجاه نحن أيضا نرجو الحظوة بالرحمة والمغفرة لنا وله. أني أحس وأشكو الله أشرث دينا ودينور أيلين ضحطينا دومك صبيونو ودلو صبيونو بداثو ودلو بداثو واحفظنا حتى انقضاء حياتنا بغير خطية واجعلنا تحت أقدام أصفيائك متى وحيثما وكيفما شئت فقد بدون هوان خطايانا لكي بهذا وبسائر نعمك يمجد ويبجل اسمك الكلي الإجلال والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك الكلي قدسه
الصالح والمجود له والمحي والواحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. إكالو ديثا وإيثا ومكاتار الدردورين والكل هندور دول ميولمين آمين بارخمو بارخمو رشلومو الخلفو عمرو تكن مراحم الله العظيم وفادينا يسوع المسيح مع جميعكم إلى الأبد. عدد نبل مريون إذ كشف قري ليسون قري ليسون قري ليسون فلنصعد التسابيح لله بالفريد ونقدم السجود للابن الوحيد ونهتف بالدعاء لشركة وحلول الروح القدس الفاروق للمجيد نحن الذين بين يديك نسلم كافتي بحياتنا يا الله يا رحوم يا حنون يا غفور اصنع معنا رحمة وتحننا
واشفق علينا يا أيها الصالح وارحمنا. بارك مور اللهم يا با ربنا يسوع المسيح يا من يمجده الكروبيم ويسبحه السرافيم ويبجله ألوف ألوف وربوات ربوات من الأجناد العاقلة يا من تقدس وتكمل القرابين والأثمار التي ترفع إليك عرفا طيبا قدسنا نفسا وجسما وروحا لكي ندعوك بقلب نقي ووجه طلق يا أيها الإله الآب السماوي ونصلي الصلاة الربانية قائلين أبونا البشمايو اجعل ايها الرب الهنا لا تمتحنا بما لا نقوى على احتماله لكن نجنا من الشرير ومهدا لنا من المحنه خلاصا فنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين امين بارخ مور بارخ مور شلومو الخلخو عن روحو يلو من قدوم سيبو ثدرو زهولين قديش ولوهو يدث قراب دوق دوم مور يوم رحمون وريشين أركين دوم مايك موران والوهان أمامك احنا رؤوسهم عبادك المترجون رحمتك الجزيلة فأسبغ يا رب بركاتك وقدس أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا جميعاً واهلنا لتناول أسرار المسيح مخلصنا المحيي فنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين أمين بارخ مور بارخ مور شلومو الخلخو عم روحو أوديلو بارخ مور تهوي فل
فلتكن نعمة مراحم الثالوث الأقدس الأزلي السرمدي المسجود له الواحد في الجوهر مع جميعكم إلى الأبد. أمين بارخ مور دحل ثبرثي ثنحور حسموريو رحم علينا وعضارا قديش ولد خيو زود قدن ثياب بلحوت حاد أبو قديش حاد رو قديش حاد أبو قديش عمان قبل العمو بحنوني حاد برو قديش عمان فرقا خاشي أخير دقنومي حاد روحو حيو قديش عمان دي ثو قمور وامشى مليون ودخل ميدم ده ودهوبي نهوش ميد مريم بارخ من علم وعدام العلم علمين أمين 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 قرامي وصلا وصفت خارين للابو حول أبو الأبرار روح قديشو ولم حل حطو يرحم وحنون لشتفو بطريون علم العلم علمين آمين أيها الأمن الذي سالم العلويين بقتله أيها السلام الذي صالح السفليين بذبيحته أيها الفادي الذي خلص الشعوب بصليبه أيها الحب الذي آلف ما بين المنقسمين بانبعاثي هدأ يا رب غليان المسكونة بحق هذا يوم قيامتك وأحلانا بصليبك من كل أمر مكروه لنحمدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد طوي رحمة وحنون نشفهم بطرين علم العلم علمين آمين أيها المسيح يا هنا إننا بصليبك لمفتكرون وبقيامتك لفرحون ومختبطون فانشر علينا أمنك وسلامك وأحل فينا حبك ومودتك ووفقنا أن نسجد لصليبك ونعترف بقيامتك ومتعنا وأمواتنا في ملكوتك فنقدم لك حمدا وتعظيما وسجودا ولأبيك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد آمين أهلنا أيها الرب لنستتر بأكناف صليبك ونلوذ بقيامتك ونؤمن بانبعاثك ونحفظ فرائض إنجيلك ونعمل بمشيئتك ونسلك بحسب شريعتك ونتبرك من القديسين الذين أحبوك ونلجأ إلى صلواتهم ونستفيد منها واغفر لنا وأمواتنا بشفاعتهم لنشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد وليل محيل حطو يرحم وحنون ونشتفون بثريون علم العلم علمين آمين أهلنا أيها الرب لله لنحتفل بأعيادك بابتهاج ونفوز منك بالبركات والخيرات واصرف عنا التأديبات وجميع الضربات بحق صليبك المقدس
وبالقوة الحالة في قديسك لنشكرك ونسبحك وباك روحك القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد. آمين. هود ملاخي شمشين لي قديشا شبحانك باروياك
الاعتراف باسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. انا اعترف لله الاب الضابط وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، واعترف بايمان المجامع الثلاثه المقدسه في نيقيا وقسطنطينيه وافسس على رجاء رئاسه الكهنوت المقدس المسلم اليك يا سيدنا القطران، وبه تحل وتربط. انني اخطات بحواسي الباطنه والظاهره بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا، وأنا نادم عليها ندامة كاملة، وقاصد أن لا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت أحرى من أن أقبل الخطيئة. فأسألك بالسلطان رئاسة الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي، سائلا الله أن يغفر لي ليرحمك من رب الله ويقودك من الحياة الأبدية بسلطان رئاسة الكهنوت المقدس الذي سلمه السيد المسيح لرسل الأطهار ومنهم جيلا إلى جيل حتى وصل عبد الضعيف، الذي بذلك السلطان حلكم أيها الأخوة الروحيون من جميع الخطايا التي اعترفتم بالتي نسيتموها وأنتم نادمون عليها ندامة كاملة، وليتقبل رب الله توبتكم كما قبل توبة الخاطئة والعشار والرسل اليمين وجميع الذين تابوا لي بجميع قلوبهم. تداكون تتقدشون باش مدابو، نتحاسون كل حبيكون باش مدبرو، تشتون الفغرو ودمو دمشيحو باش مدروحا يقاديشو. آمين. حيلا وو زغيد ومشابه لابو لابرو روحو حي قديشو من علام والدردري اللي تشبحتو هاليلويا. من مذبحك الغافر الحذر غفران لعبيدك يا ابن الله، يا من أتيت من أجل خلاصنا والعتيد أن تأتي من أجل انبعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. ابسط اللهم يمينك غير المنظورة وبارك هذا جمع الساجد لك المنتظر تناول جسد ابنك الوحيد ودمك الأكرمين للحظوة بغفران الذنوب والصرع للآثام وطلاقة الوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد.
فلتكن مراحم الله العظيم على حامل هذه الأسرار، على واهبها، على متناوليها، على كل من تعب واشترك فيها مراحم الثالوث الأقدس، فلتكن مع جميعكم في العالمين. سبحانك سبحانك ربنا ومخلصنا وفادينا يسوع المسيح إلى الأبد. سبحانك ربنا جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الثمين الذي شربناه، لا يا رب لا للدينون والانتقام يكونان لنا، لكن واسطة للصفح ومحو الذنوب وطلاقة الوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد. نشكرك ثم نشكرك ونسأل نعمك علينا دائما، فاشفق علينا يا أيها الصالح وارحمنا. نشكرك يا رب لأنك بجزيل رحمتك جعلتنا للاشتراك بمائدتك السماوية أهلا، فلا نجب بتناولنا أسرارك المقدسة، لكن لنشترك بروحك القدوس باستحقاق، ونحظى بنصيب جمهور الصديقين وسهمهم الذين منذ البدء أرضوك، ونسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الصالح المسجود له المحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. أمن بارخ مور شلوم الخلخون من بوثار سيبوث دروزي والإنقاديش والوهوية دثيهب تبوك دوم مريم رحمون وريشين أركين دوميك موران والو. أيها الإله العظيم الذي تحار فيه العقول، يا من طاطا السماوات منحدرا في سبيل خلاص جنسنا البشري،
أشفق علينا وارحمنا لكي نسبحك دائما ممجدين الله الآب والدك وروحك الكلية قدسها الصالح والمسجود له والمحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. فقل قوري كل هن أركاس عيلو يوثو واشباقنن وثعليل رومو دلعيل مطول مركب ثو لودن قوي على المركب ثو دلعيل منول رومو مسيحو مثعليو أحيو حبيبي كما ينفذ ورحمة دفيفة وقد اشتعم زود ودقف يسوع وسلم ورحيت عن قريدة حيا عميد وفريقا بسيب زكاد موري وطبعا بشما مديث وقد اشتعم حاسح حاو بيكون تشبوك بصورة يكون واتني أحرو حوطد عني بيكون اينا دين عبد الحيو حاطويو اذ حنان وفعبار ودرون صلاة وطفون بارك ناس امضوا بسلام فرحين مسرورين وصلوا من اجلي انا الخاطئ الضعيف كونوا يكرم مريم قابل قربونه لنعاد